الفنان حسام تحسين بيك وأحفاده وقصة حبه لزوجته ناتالي، وتعرف على أبنائه الفنانين ومعلومات أخرى. يعد فنانا شاملا، فهو لحن وغنى ومثل ودرب فنون الرقص الشعبية في فرقة أمية التي انطلق منها. وفي مسيرته الفنية الكثير من المحطات الناجحة التي لا يمكن للجمهور العربي أن ينساها، فهو فنان عتيق استطاع بصبره واجتهاده الوصول إلى النجومية. إنه الفنان السوري حسام تحسين بيك، عمره 78 عام، وقد ولد في العاصمة السورية دمشق بتاريخ 22 من إبريل عام 41، وهو من أصول شركسية. في بداياته عمل بفرقة رقص، حيث كان يلحن ويدرب أعضائها على الرقص والغناء، رغم أنه لم يحترف الموسيقى والغناء أكاديميا. ثم كانت البداية الجدية له في عالم الفن من خلال فرقة أمية للفنون الشعبية والاستعراضية، ومن ثم مشاركته الفنان السوري دريد لحام، حيث اكتشف موهبته دريد لحام عندما كان حسام تحسين بيك يقدم أحد أدواره مع فرقة أمية على المسرح القومي، وكان حسام يقدم مشهدا كوميديا. وبعد انتهاء العرض قال له دريد لحام بأنه ممثلا موهوبا، من ثم عرض عليه المشاركة في أعماله، فقبل حسام تحسين بيك وبرز في مسرح دريد لحام. وقد اشترك مع دريد لحام في بطولة العديد من المسرحيات، منها كاسك يا وطن، شقائق النعمان، ضيعة تشرين. وإلى جانب التمثيل، فهو يمتلك موهبة التلحين والغناء، حيث أصدر العديد من الأغنيات ولحن الكثير من الأعمال التي أثنى عليها الكثير من النجوم. منها أغنية غزالي التي أثارت إعجاب الفنان المصري سيد مكاوي، وأيضا من أشهر الأغاني التي قدمها حسام تحسين بيك هي أغنية ناتالي التي كتبها ولحنها خصيصا لزوجته، حيث كشف خلالها عن حبه الكبير لزوجته السوفيتية. وقد تعرف حسام تحسين بيك على زوجته أثناء سفره للاتحاد السوفيتي سابقا، وطلب يدها من أهلها فلم يوافقوا، وعلى إثر ما حدث معه عاش فترة حزن كبيرة. وكتب خلال تلك الفترة بالتحديد أغنية ناتالي وغناها بصوته، كما وتم بثها عبر إذاعة دمشق. وعندما سمعتها ناتالي هربت من أهلها وأتت إلى سوريا وتزوجت من الفنان حسام تحسين بيك. وقد أثمر زواجهما عن ابنة وابن، وهم الفنانة نادين تحسين بيك والفنان راكان تحسين بيك. وبعد سنوات قام الفنان حسام تحسين بيك بتصوير أغنية ناتالي على فيديو كليب،
وأطل بها إلى جانب زوجته ناتالي وابنته الفنانة نادين تحسين بيك. ابنته نادين اتجهت نحو الفن حيث صارت على خطى والدها وأطلت بالعديد من الأعمال، وهي اليوم من أبرز الأسماء السورية في عالم الفن. أما ابنه راكان تحسين بيك فقد دخل عالم التمثيل عن طريق المصادفة، وقد كان يعمل في بداياته في المكياج الدرامي. وانتقل راكان بسعي من أصدقائه إلى عالم التمثيل من خلال سلسلة كل شي ماشي، وعرف من خلال شخصية العجوز الطريفة في أجزاء العمل المتتالية. والفنان حسام تحسين بيك بعد ظهوره في مسرحيات دريد لحام خاض أولى تجاربه الدرامية من خلال مسلسل أيام شامية الذي تم إنتاجه في عام 92. وبعد نجاحه في مسلسل أيام شامية استكمل مسيرته من خلال مشاركاته في المسلسلات السورية، إلى أن صنع لنفسه خطا كوميديا خاصا به، حيث شارك في عيلة 6 نجوم وعيلة 7 نجوم وعيلة 8 نجوم، وقد رسخ كل مجهوده في العمل وأصبح من أبرز الوجوه الكوميدية السورية. وذلك باشتراكه مع الفنانين سامية الجزائري وأيمن رضا وباسم ياخور. وقد نجح نجاحا كبيرا بتجسيده لشخصية أبو طمزي في عيلة 7 نجوم، حيث أداها بحرفية عالية رغم أن عمره لم يكن صغيرا، لكنه أجاد الدور بإتقان. ثم واصل مسيرته الكوميدية من خلال تجسيده لدور تحسين في مسلسل عودة غوار الأصدقاء الذي تم إنتاجه في العام 98. حيث ظهر في المسلسل بشخصية الصديق الطيب والذي يملك نزعة لدخول عالم الكبار، فيستغل صديقه غوار ويشهد ضده زورا ليصل إلى نادي الكبار. وبعد مسلسل عودة غوار ظهر من جديد عام 2001 بأشهر الأعمال التي تم إنتاجها في ذلك الوقت، وهو مسلسل يوميات جميل وهناء. والذي حقق نجاحات عربية كبيرة عند عرضه، وجسد حسام تحسين بيك دورا مميزا فيه وهو صديق بطل العمل أيمن زيدان. وفي المسلسلات الشامية شارك في عام 2004 في مسلسل ليالي الصالحية بدور أبو الفضل، أما في العام 2006 فقد شارك الفنان حسام تحسين بيك في الجزئين الأول والثاني من مسلسل باب الحارة، وتألق بدور حارس الحارة. وعن سبب تركه لمسلسل باب الحارة قال حسام تحسين بيك أن السبب هو اعتقاد صناع العمل أن من يشارك في المسلسل يكون مدينا لهم ولهم الفضل في نجوميته.